أشار أيضا الكابتن محمود الخطيب إلى أن ما حققه رجال اليد يستحق التحية، وفي ذات الوقت يحمل الجميع. خدوا بالكم يا جماعة، دي من عندي أنا، دي خدوا بالكم من الفقرة اللي جاية دي. وفي ذات الوقت يحمل الجميع مسؤولية كبيرة نحو ضرورة استمرار العطاء، خاصة وأن الفريق سوف يبدأ مشواره في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية بالجزائر خلال ساعة، الأمر الذي يستوجب معه إغلاق صفحة السوبر والتركيز القوي لتحقيق لقب قاري جديد. دي كانت رسالة كابتن محمود الخطيب، أو تهنئة كابتن محمود الخطيب لرجال اليد. لا، هات لي هاتهولي تاني يا سمير لو سمحت. أنا بس عايز أقول لحضراتكم حاجة، هتكلم هقرا تهنئة الكابتن الخطيب كلها مرة تانية، ولكن في ظل الاحتفالات اللي احنا شايفينها من امبارح دي، أنا مش عايز أربط حاجة بحاجة، ولكن أنا عندي الفقرة دي فقرة مهمة جدا جدا جدا. وفي ذات الوقت يحمل الجميع مسؤولية كبيرة نحو ضرورة استمرار العطاء، خاصة وأن الفريق سوف يبدأ مشواره في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية بالجزائر خلال ساعات، الأمر الذي يستوجب معه إغلاق صفحة السوبر والتركيز القوي لتحقيق لقب قاري جديد. وسط التهنئة اللي الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بيهنيها لرجالته، اللي هو عارف ان هم عملوا ماتش كبير جدا جدا، اللي اتفرج على الماتش النهارده عارف ان الاهلي عمل ماتش جامد جدا النهارده. وسط الفرحه ووسط كل هذه الامور كابتن خطيب بيقول لهم ايه؟ خلي بالكوا، احنا هنلعب من بكره كاس الكؤوس الافريقيه اللي احنا لن نتنازل عنها كنادي اهلي ان احنا ناخدها ان شاء الله. ادي الفرق يا جماعه. انا عارف ان في ناس زعلانه من امبارح، هتكلم في الامور دي، خلي بالكم عندي كلام مهم هقوله لحضراتكم، ولكن تخيل حضرتك انه فرحه لعيبه كره اليد وفرحه اداره النادي الاهلي، رغم ان هذا الانجاز هو انجاز كبير جدا 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 للنادي الاهلي للسنه الثالثه على التوالي، وتروح كاس العالم للانديه اللي هو السوبر جلوب للمره الثالثه على التوالي وكل الكلام الحلو الجميل ده، كابتن خطيب نفسه بيقول للعيبه ايه؟ بيقول لهم ايه؟ يا جماعه افرحوا واتبسطوا واعملوا كل حاجه، ولكن خلاص عندنا ماتش او عندنا بطوله لن نتنازل عن ان احنا ناخدها ونفرح بها جماهير الاهلي مره تانية، لانه الانجاز الكبير هو الفوز بالبطوله. الوقوف على منصات التتويج. فهو ده الكلام اللي احنا بنقوله دايما، انه يا جماعه اللي عايز يحتفل يحتفل. الناس فاكره ان هي خدت كاس العالم، في بعض الفرق كده تفتكر نفسها خدت كاس العالم لمجرد ان هي كسبت النادي الاهلي، وكسبت النادي الاهلي لاسباب هتكلم فيها بعدين دلوقتي، ولكن تخيل حضرتك من امبارح للنهارده النادي الاهلي، احنا زعلانين ومتضايقين وكل حاجه، ومره تانية هتكلم في هذا الامر، ولكن بتكسب بطولة، بطولة السوبر الإفريقي اللي بتؤهلك لكأس العالم للأندية السوبر جلوب، ورئيس النادي الأهلي بيقول للاعيبته اللي كسبه مبروك هايلين كويسين عملتوا اللي عليكم وزيادة، خلي بالكم عندنا بطولة بكرة.